دابا عندك هو والقشارة وما الخدمة يعني كبرانات شي بعيد عليهم ما عندهم ما يقديو وجايزة يعني سيدنا راه فرحان بها بزاف وحنا المغاربة ما غيكون عندهم هالخير إن شاء الله ندخلنا في واحد واد كبير حنا غادي نفرعوا الكاس غيدخل المغرب غيبقى في المغرب القشاش ماشي نقول له هادشي ما يعملوش في البال ديالو هادشي ما عنده حتى طريق يعني كبرانات شي بعيد عليهم ما عندهم ما يقديو فالضمير ديالهم اللي كيخدموا ما عندهم ما يقديو في هادشي هذا القشاع الى عطاوها شي حاجه راه عطاوها له كيفاش كيقولوا له يا ربي بالقواعد ما عندهم ما يقديو في هاد الشغل هذا ما كيخربقوا الجزائريين يزيد على عمله ما يديهاش في هادشي ما يكون الخير 2030 لبقينا بالروح الكاس غيدخل المغرب غيبقى في المغرب ان النجوم ديالنا غيتقاتلوا عليه ما يخلوهاش يخرج ولو يدير الجنحين ما يخرجش غيبقى هنا ان سنين وحنا كنستناوه سيدنا سنين هو كيستنى في هذا المونديال هادي وغتكون عنده فرحة كبيرة وعند المغاربة والعالم قشع وليد هما اللي تسلموا هاد الجائزة الجائزة يعني سيدنا راه فرحان بها بزاف وإفريقيا ودول العرب عملوا اللازم ديالهم إن سيدنا شوف يلحقهم يعني مرتبة كبيرة اللي ما كناش كنفرحوا ما كناش كنعرفوا غير لحقوها باش بواليد والقشاع وسيدنا وما ثلاثة بيوم هادو خدموا هاد بلغون هاد الإمارة هاد العمل هذا والحمد لله خصنا نزيدو نقدم دابا خصنا الخدمة ونزيدو نقدم شنو تقول للمغاربة مغاربة يعملوا النية في القشاع وفي وليد وفي سيدنا هادو ثلاثة هما اللي كيصيروا ورد والنية أفضل من العمل خصهم يعملوا النية بلا نية ما غيكون والو اللي قال وليد عملوا النية وضرب في البوطو تخرج وبصح لما كانتش النية ما غيكون والو وحنا المغاربه ما غيكون عندهم هالخير ان شاء الله ان دخلنا في واحد الواد كبير حنا غادي نفرعوه مقابله غتكون مقابله حبيه ما يلعبوا الكره غيشوفوا يعني يسيروا الكره البرازيل غادي يغلبوها غلبوها مش شي حاجه البرازيل ان احنا عندنا الدراري دابا اللي كيلعبوا الكره أنا الدراري كاملين كيلعبوا في أوروبا ما كاين حتى شي فرق هذا كيطبخ في البالون هذا كيطبخ في البالون وخصو يعرفو كيسيرو صافي هو اللي دار كيجري كيفتش على الملعبية كيخدم باش كيوجد كيوجد الدراري من المنتخب الا ما خدمش ما غيوجدش دابا عندك هو والقشاع راه هما الخدمه يوجدوا الفرقه قويه ونطلبوا الله ايوا اللي يدخلوا عليهم بالرحمه والصبر ويديهم مع الملاعبية يعملوا فيهم النية الجمهور في الملاعبية ديالهم وهادشي اللي نقول لك